السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. خوتي الاعزاء، جينا لكم كراجيست، اول مره نجي عنده، ماهيش مفتوحه هذه الطونوبيل. هذه على كل حال خوتي، علاش راني نصور فيها وعلاش جيت هنايا؟ باسكو واحد صاحب خويا راه حاب يشريها وقال لي روح شوفها، باسكو هذه انا وين نسكن هنا شويه مات شويه شهبه، باسكو على بالكم هنايا لاباس، باسكو على بالكم خاوتي في 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 في, في, في السيت وفي الصح ماشي كيف كيف. في السيت يمكن يصورها بتليفون شباب اباري شابه، ولا هنا شويه مصدده من تحت ضرب طلع عليها مش مسدده، والداخل هاي ليك الداخل نقيه صافا سمبولي. هذه دير خوتي راهي في الانترنت اوتوماتيك اوتوماتيك وماشيه 67000 من اللور ثاني نقيه. خوتي وشنو هذا؟ تعرف هذا هذا مولاها اجنبي حيتبان نقيه، حتى خويا نبيل دوك هذا الفيديو نبعثو له حيتبان نقيه. وشنو عندها ضرابي في وسمو في لي جوندارياج؟ عندها ضرابي في الالو فيلغن بالالمانيه يقولوا لهم. المهم خاوتي صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. كاينين طونوبيلات خاوتي هم ليك بصح ما فيهمش الاسعار. علاش ما فيهمش الاسعار؟ صلوا على رسول الله مره اخرى ودوك نعاود نولو لكم باش هذا الفيديو نبعثو لخويا ومن بعد نكمل لكم. صلوا على رسول الله. قلت لكم خاوتي عنده طونوبيلات هم ليك، وشنو خاوتي؟ ما فيهمش الاسعار، ما فيهمش ماشي داير الاسعار. حتى هذه راه دايرها ب 4300، وهو قال لنا قال لنا اللي حبه هاوليك خاوتي بالنسبة للعباد اللي حبوا يعيطوا له هاوليك هاو التليفون هاي لادريسة تكتب هذه اغيلار يخرج لك وراني. مثلا كاين طونوبيلات اللي ما فيهمش خاوتي الاسعار، هذه صاب ما فيهاش سعر، هذه ثاني صاب ما فيهاش سعر سكانيا خاوتي، وهذه الفا روميو فيها شو خاوتي يزهط في يزهط شوية في الاخر. راه هذه ب 4400 هذا هبل ولا بعقلو؟ هذا 88 مليون 999 ايسونس فيتاس نورمال 52000 الفا روميو 4300 زيد شويه تجيب سيري 5 تجيب الاخضر افتح. المهم هذو هذو الصاب اللي صورتهم لكم، ومنه ثاني عنده خاوتي عاملي تقريبا عنده صاب هذو عنده بزاف شنو ما فيهمش الاسعار. وعنده لتحت خاوتي ثاني وشنو خاوتي لو كان دوكا نديكم لتحت ونوري لكم كي شغل ما جاياش راكو فاهمين، شغل ما فيهش السعر نقعد هناك شغل نطول الفيديو باش غير نطول الفيديو. ماذا بيا نروح ماذا بيا نروحوا لبلاصه وحده اخرى خاوتي. هاي لك هذه ماريفا ولا ميريفا، كاين كاشكاي ثاني خاوتي كاشكاي في الشباب بصح ماش داير لها السعر ثاني. قلت لكم لو كان ستادير نقعد نصور لكم هنا كي شغل شغل نولي مصاص دماء، نولي انا شغل من هذوك العباد اللي لازم يدير فيديو باش يدير فيديو برك، انا نحوس ندير فيديو باش ننفع الناس. المهم خاوتي هذه عجبتني ثاني حبيت باك نصورها لكم. المهم هاي اللي صلى على رسول الله ضرب الله يدعم خوك ونتلاقاو في ساعة زينين ناس زينين الى نروحوا للكراج واحد اخر ان شاء الله ونزيدو نعاودو نكملو لكم. كاع عنده غير الصاب هذه ميتسوبيشي. صلى على رسول الله، بعد الفصل سنواصل. السلام عليكم خوتي الاعزاء، مرحبا بكم في قناتكم محمد ادم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. خوتي الاعزاء، جينا لكم كراجيست، اول مره نجي عنده ماهيش مفتوحة. ها
هذه الطوموبيل هذه على كل حال خاوتي علاش راني نصور فيها وعلاش جيت هنايا؟ باسكو واحد صاحب خويا راح حاب يشريها وقال لي روح شوفها باسكو هذه انا وين نسكن هنا شويه مات شويه شهبه باسكو على بالكم هنايا لاباس باسكو على بالكم خاوتي في 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 في, في السيت وفي الصح ماشي كيف كيف في السيت يمكن يصورها بتليفون شباب اباري شابه ولا هنا شويه مسدده من تحت ضرب طلع عليها ماشي مسدده والداخل هاي ليه الداخل نقيه صافا سمبولي هذه دير خاوتي راهي في الانترنت اوتوماتيك اوتوماتيك وماشيه 67000 من اللور ثاني نقيه خاوتي وشنو هذا تعرف هذا هذا مولاها اجنبي حيت بان نقيه حتى خويا نبيل هذا الفيديو نبعثو له هاي تبان نقيه وشنو عندها ضرابي في وسمو في لي جوندارياج عندها ضرابي في الالو فيلغن بالالمانيه يقولوا لهم المهم خاوتي صلوا على رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المحمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد كاينين طوموبيلات خاوتي هم ليك بصح ما فيهمش الاسعار علاش ما فيهمش الاسعار صلوا على رسول الله مره اخرى ودوك نعاود نولوا لكم باش هذا الفيديو نبعثه لخويا ومن بعد نكمل لكم صلوا على رسول الله قلت لكم خاوتي عنده طوموبيلات هام ليك وشنو خاوتي ما فيهمش الاسعار ما فيهمش ماشي داير الاسعار حتى هذه راه دايرها ب 4300 وهو قال لنا اللي حبه هاوليك خاوتي بالنسبه للعباد اللي حبوا يعيطوا له هام ليك او تليفون هاي الادريسه تكتب هذه اغيلار يخرج لك وراني مثلا كاين طوموبيلات اللي ما فيهمش خاوتي الاسعار هذه صاب ما فيهاش سعر هذه ثاني صاب ما فيهاش سعر سكانيا خاوتي وهذه الفا روميو فيها شو خاوتي يزهط يزهط شويه في الاخر راه هذه ب 4400 هذا هبل ولا بعقل هذا 88 مليون 999 ايسونس فيتاس نورمال 52000 الفا روميو 4300 زيد شويه تجيب سيري 5 تجيب الاخضر افتح المهم هذو الصعب اللي صورتهم لكم ومنا ثاني عنده خاوتي عامل تقريبا عنده الصعب هذو عنده بزاف شنو ما فيهمش الاسعار وعندو لتحت خاوتي ثاني وشنو خاوتي لو كان دوكا نديكم لتحت ونوري لكم كي شغل ما جاياش راكو فاهمين شغل ما فيهش السعر نقعد هنايا شغل نطول الفيديو باش غير نطول الفيديو ماذا بيا نروح ماذا بيا نروحو لبلاصه وحده اخرى خاوتي هاي لك هذه ماريفا ولا ميريفا كاين كاشكاي ثاني خاوتي كاشكاي في الشباب بصح ماش داير لها السعر ثاني قلت لكم لو كان ستادين نقعد نصور لكم هنا كي شغل شغل نولي مصاص دماء نولي انا شغل من هذوك العباد اللي لازم يدير فيديو باش يدير فيديو برك انا نحوس ندير فيديو باش ننفع الناس المهم خاوتي هذه عجبتني ثاني حبيت باك نصورها لكم المهم هاي اللي صلى على رسول الله رب الله يدعم خوك ونتلاقاو في ساعه زينين ناس زينين الى نروحوا للكراج واحد اخر ان شاء الله ونزيدو نعاودو نكملو لكم كاع عنده غير الصاب هذه ميتشوبيشي صلى على رسول الله بعد الفصل سنواصل